الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجود الكريم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبن طبقا عن طبق، 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 لا تركبن طبقا عن طبق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. قرأت من الله ورسوله الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. قرأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. Okay, where'd you come from? Huh? We are 4 millions. In this department of food. For everything. Who do you want to speak to? You just have killed the general of our armies. We killed him now. Oh. He came, he wasn't happy. And you killed him. So let's bring the generals of all the other armies like him. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبن طبقا عن طبق، 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 لا تركبن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللايبين. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. فاطف. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Everybody's Muslim. So we have the generals of how many armies? How many generals? Three. All of you work in the United States? Okay. All your armies are here.
Okay. Do any more jinns working against Islam or for Iblis in the United States? Any more jinns working against Islam or for Iblis in the United States? Oui, nous sommes 18 millions là. We are 18 million here. But there are more who didn't come. Il y en a encore. Okay, let's get them. Ils sont ailleurs. They are in other places. But, they work for United States in other parts of the world. The 18 million are here. Okay. Let's get the others, huh? وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا لا تركبن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللائبين حبر الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور everybody's here now okay Tell me, recently there was a big scandal about some pharmaceutical industry that were putting drugs in painkillers, heroin or opium, I think it was heroin, and about 400,000 Americans died by that. You know about this story? Okay, I'm going to tell you who is the one in charge of that, yes? You are not Muslim? No. Oh, tell me what happened. Yani, these industries were putting drugs in the painkillers and that killed 400,000 Americans. Oui. Do the jinns have any link with that? Oui. What is the link? Et pourquoi tu veux savoir? Why do you want to know? Because I am wondering why all this story broke out and all these people now are in court and their industry is going bankrupt. What happened? You are very funny. Are you not afraid to defy us in our territory? We do what we want with humans. How does that concern you? Well, I was thinking that these people must be very satanic. And it is not normal that they are caught in court and they are being judged. Et alors, so, it's not important. Pour nous, les humains, what is for rien. Us humans are nothing. Juste des moyens. It's just means. So you were helping these people to kill people et with oui. their... Yes. And why did you let them go? Why did you let them go to jail? Parce que quand ils vont là-bas, because when they go there, they will also serve us in a different way. They all are pawns. Our strategy is very big and each one has his role to play. There was not any people who came to fight you and break their packs and break their blood and that ended up in making them being caught by the judges and by the police. Je veux partir. I want to leave. But do you understand that you cannot leave? Oui, tu veux pas me lâcher, mais pourquoi? Why don't you let me go? Do you know quoi, ton intérêt? What is je your interest? Pas. I work for my boss. Il n'y a pas d'autre boss que le mien. Ton There's boss, no other boss than my boss. Your boss is my boss. Oui. Who les is your boss? Nous servent. Human service. My boss is not a human and not a jinn.
Je comprends pas ce que tu dis. I don't understand what you say. Your boss is Iblis. Isn't it? Oui. My boss is not Iblis. C'est pas possible. It's not possible. Tu mens. You lie. Oui. Can you look into my heart to see if I lie or not? Je te... Okay. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. 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 He's taking shahada. Allah نور السماوات. What did you see? The greatness of your boss. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. So tell me, can I also have it? You can. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. So tell me, these people in the pharmacy industry that were putting poison in the drugs, in the medicine to kill people, and you are helping them. What happened that you let them go? You let them down. Everybody serves the jinns. When we let them down, they will serve us for other projects. They think they are they have a privilege. And they serve us even more. Okay, there's not any Muslim jinns who came to fight you and to break their pacts and break their power. Yes, that also happened. But we didn't understand. Now we understand. Okay, let's call one of the Muslim jinns who fought these people that have the pharmacy industry and that led to the scandal of the drugs that kill people that they are putting in the medicine. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Je veux un des jeunes musulmans qui les ont. I want one of the Muslim jinns who fought you guys and that led to the scandal of the pharmaceutical industry. Yeah, I'm going to call one of the Muslim jinns. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي. السلام عليكم. So you are making jihad in the United States? Yes, we are. And that's who told you to do that? Oh, okay. I took my order from Allah. You took your order from Allah? Yes. Who made you become Muslim? What? Who are you? New Muslim? You converted to Islam? 2 years ago. 2 years ago? Yes. Okay. Where did you convert to Islam? I was in Asia. In Asia? Working for some false gods. False girls? Gods. Goats? Oh. False gods. Gods, false gods, yes. Hindu, working with yes. Hindus. I was working there. Yeah? And then Muslim people came. And the Muslim jinns came and converted you? Yes. And and you went for jihad, you had the order yes. from Allah to make jihad in America. Yes. Okay, so all the jinns that are making jihad in America, we want to call all the black and kafir jinns that you are fighting against, so they were going to convert them. Okay? Okay. So all the mujahideen in the United States, let's bring all the black and evil and kafir jinns that you guys are fighting against. أينما وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Website Syekh Abdul Rauf bin Halimah ada di www.benhalimahabdurrauf.fr. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala melimpah kepada Anda. Tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini.
Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Silahkan ucapkanlah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis, agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.